أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم، وانصر بلدهم مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: القسم الثاني عشر خيار العيب. عرفنا سابقا أن الخيار هو حق ثابت يتسلط فيه الإنسان على فسخ العقد الذي أجراه سابقا بالثمن المسمى، وإن كره الطرف الآخر، وإن كره. أما إذا حصل الفسخ برضا الطرفين، هذا تقايل، نسميه تقايل، إقالة، إقالة بعبارة أخرى. أما إذا قلنا خيار، معناه شنو؟ أحد الطرفين، البائع والمشتري، يتسلط على فسخ العقد وإن كره الطرف الثاني اللي ما ثابت لحق الخيار، حتى لو ما قبل، حتى وإن رفض، راح نسميه هذا خيار الفسخ. وصلنا إلى خيار العيب. خيار العيب جدا واضح. أنا اشتريت فالسلعة معينة، هذه السلعة اللي اشتريتها السعر مالها متعارف، فسأل ما مغبون، ما مغلوب بالسعر، واضح؟ ولا الأوصاف اللي وصفها اللي ما موجودة موجودة، لكن عندما أخذت هذه السلعة وجدت فيها عيبا معينا. اشتريت سيارة مثلا، لقيت فيها شنو؟ الشاص. ايش بيه عندكم؟ قاصين الشاص ولاحمينه، مو يلحمونه هم. شوف، هذا عيب، يعد هذا يعد عيبا، عيبا شرعيا. اي، اخذت البيت، اشتريت البيت، بعد ما اشتريته لقيت السقف مفطور لكن لابخينه مضيعينه، هذا عيب. ما يتحول جيد، ما يتحول، محجوز محجوز محجوز. جيد، هاي شوف صاحب الاختصاص طلع لنا امثله معينه. اشتريت الكتاب وجدت فيه شنو؟ 5 أوراق 6 أوراق هاي ما بيها طبع، يعني اوراق بيضاء، زين. هذا يعد عيبا، هذا يعد عيبا. فانا ما دام السلعه اللي اخذتها اشتريتها وجدت فيها عيب معين، من حقي افسخ، من حقي ارفض، من حقي ابطل، لان اكو خيار الله سبحانه وتعالى جعله لي، زين، وسلطني على فسخ العقد السابق، اطلق عليه خيار شنو؟ قال: ويتحقق، يعني يثبت هذا الخيار، فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، عيب معين، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب واسترجاع الثمن، زين، وبين إمضاء البيع على حاله، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالإرش. شريد يقول أنت من اشتريت هاي السلعة ولقيت بها عيب معين، من حقك تمضي البيع، تقول لا أنا قابل بهاي السلعة وإن كان بها عيب معين، فأنا أمضي العقد، أمشي المعاملة، ومن حقك تفسخ المعاملة. شلون تفسخ المعاملة؟ تبطل، أرجع المبيع وأخذ فلوسي، زين. إذا ما يمكن الإرجاع، ما يمكن أرد ترجع، ما قبل، أو هو غاب، أو على سبيل المثال خلي نقول صارت مشاكل معينة ما بينه وبينه، ما يقبل يرجع، فأمسك المبيع، أنا أخذ المبيع ما يخالف، وأمضي المعاملة، لكن أطالب بالفرق ما بين الصحيح والمعيب. يعني هذا الكتاب إذا كان صحيحا سعره جل 10,000، إذا كان معيبا 7,000، أخذ 3,000 الفارق ما بين الصحيح والمعيب. هي جايو،
شوف العبارة مالته، فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع على حاله، فإن لم يمكن الرد جاز له الإمساك والمطالبة بالأرش. عرفت شنو الأرش؟ الفرق ما بين الصحيح والمعيب، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع. يقول هذا ما هذا الحق اللي هو خيار العيب لا يثبت فقط وفقط علما للمشتري، وإنما في بعض الأحيان يثبت للمشتري وفي بعض الأحيان يثبت للبائع. شون للبائع؟ هسه احنا على سبيل المثال اللي مطلع على السوق، مطلع على السوق، المشتري جاب لي الثمن، الثمن هو عبارة عن شنو؟ عن نقد، اشترى البيت، هاي هذا النقد جاب لي دولار، الدولار الأمريكي بيه جديد وبيه قديم، فجاب لي فلوس قديمة، هي ما مزورة، قديمة قديمة، يعني تعرف إذا الدولار اليوم 152 القديم بيش بيعوني 147، أي هذا ما أدري، هذا السوق هذا الموجود، فالسوق يعتبر هذه الأموال هذا الثمن بيعيب. يعني إذا هو مطيني مثلا مطيني على البيت 100 مليون، إذا أحسبين طلع جيت 95، يعني الفرق 5 ملايين، فإما أفسخ المعاملة وأرجع الثمن وإما أمضي البيع، وإذا طالبت برد الثمن وما قبل أقول لا طيني الفارق، طيني 5 ملايين الفرق ما بين الثمن الصحيح والثمن المعيب. هذا إذا كان الثمن نقد، أما إذا كان الثمن متاع، شلون متاع؟ أنا بعت له بيت ببيت مراوس، فالمبيع هو منزل بيت دار، والثمن اللي أخذته من عدة أيضا منزل أيضا دار، فهسه ما طاني هو شنو فلوس، شو طاني؟ طاني دار، طاني منزل، هذا المنزل اللي أخذته من عدة طلع بيعه، أو طاني سيارتين مكان السيارتين اللي أخذت من عدة بهن عيب، فالثمن الآن مو فلوس مو نقد، الثمن الآن متاع. واضح؟ هذا اللي يسمونه المقايضة، فالثمن بيشنو بيعيب معين، فأنا من حقي هسه من حقي أنه أفسخ المعاملة وأرجع، ومن حقي أمضي المعاملة أمشيها أقول خلاص هاي بعت واشتريت، أما إذا فسخت وما قبل أرجع شاخذ الفارق ما بين الصحيح والمعيب، أجيب صاحب الاختصاص أقعده أقول له تعال قيم هاي السلعة إذا هي جديدة ببيش، إذا هي صحيحة عفوا، إذا هي صحيحة ببيش ما بيعيب، وإذا هي معيبة ببيش، فيقول لي الفرق بيناتهم مثلا 30 مليون أو 20 مليون أخذ الفرق وأمضي المعاملة. فالقصد من هاي العبارة اللي طرحها السيد الشهيد أريد يقول ترى خيار العيب مو يثبت فقط وفقط للبائع للمشتري إن أخذ شنو المبيع المعيب، لا هم يثبت للبائع إذا البائع أخذ الثمن المعيب، فهذا الخيار عام بثلاث حالات. قال ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع، ما فرق، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. شنو الخيار اللي ذكرناه احنا قبل شوي؟ شنو الخيار؟ اما يفسخ ورجع، البائع يفسخ يرجع الثمن وياخذ العين اللي باعها، واضح؟ واما يمضي، واذا لم يمكن الرد هاي الحاله الثالثه، قال انا اريد افسخ ما يمكن الرد ما قبل ارجع، يقول لي اعطيني الفرق. هاي الصورة الثالثة، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور، كما لا فرق فيه بين البيع وغيره في العقود المعاوضية اللازمة. يعني يقول هذا الخيار
ما يثبت خيار الفسخ، خيار العيب ما يثبت فقط وفقط في البيع، وإنما في البيع، في الأجارة، في أي عقد لازم. راح نأخذ العقود اللازمة، واضح؟ أي عقد لازم راح يثبت بيه شنو؟ خيار العيب. ماكو أي إشكال. جاهزة بالنكاح، بالنكاح ماكو تدليس، ماكو عيب، مو تدليس. أكو تدليس، يعني على سبيل المثال يتزوج امرأة معينة تطلع بيها حالة نفسية، تطلع بيها مثلا خلينا نقول ودوها للماشطة، الماشطة قبل يسمونها الماشطة، اليوم يسمونها أم الصالون، تطلع على غير شكل، لا 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 تطلع بيها يعني أصلا حتى الوجه ما مقبول. هذا واحد. اثنين، لما راوه إياه هي مخلية عدسات معينة، قالوا له هاي شوف ونظرها كل زين، بعد ما أخذها تلبس شعب استكان، صير لو ما صير؟ يابا ما يشوف، نظرها جدا ضعيف. راوه إياه صاحية، وصلت البيت مخبضة، عيب لو مو عيب؟ ها جاي تلاحظ. وما أكثر العيوب، فمو بس هاي، يعني كل العقود اللازمة بها عيب. بالأجارة، بالأجارة هو أخذ البيت أجره، ولأنه مخلي شنو؟ مخلي الكرم الكنيف البلوعة ما توالد بالصالة، والريح ما ينقعد بيها من قد، فهذا عيب لو مو عيب؟ جاي تلاحظون. هو مطى أجار ما ست أشهر، قال ست أشهر يقعد بهاي الرائحة. أكو هيجي موجودة، هيجي أكو. زين أحسنتم. قال كما لا فرق، شوف فيه يعني في خيار العيب، ترى هذا ما ثابت بس في عقد البيع اللازم. كما لا فرق فيه بين البيع وغيره من العقود المعاوضية اللازمة. هسه يجي إلى مسألة مسقطات هذا الخيار. قال يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعقد. هو التزم بالعقد، شنو الالتزام بالعقد؟ هو اختار عدم الفسخ. هو بعد ما اشترى قال يابا انا ما اريد افسخ بعد، اريد امضي المعاملة. خوش، بمعنى شنو الالتزام بالعقد سيدنا؟ قال بمعنى اختيار عدم الفسخ قبل الاطلاع على العيب او بعد الاطلاع على العيب. قبل لا يطلع على العيب قال له انا ما اخذ لحم على باريه، ما لي علاقه، ما دام بعت لي هذه السلعه فانا من يمي، حتى لو بيع عيب هم مقبل، قبل لا يطلع على العيب. فيسقط خيار الفسخ، واضح؟ بعد او بعده، بعد ما طلع على العيب الموجود بالسلعه قال اسقطت هذا الخيار، ماكو إشكال، يسقط. وباشتراط سقوطه في العقد، وش قال له؟ قال له أبيعك هذا المنزل بكذا مبلغ بشرط أن تسقط عني خيار العيب. وش قال له؟ قال قبلت. هذا القبول دال على أمرين، على رضا بالشراء وعلى رضا بإسقاط العقد، بإسقاط خيار العيب. واضح الكلام؟ ولو لاحتمال كونه معيبا، يحتمل أكو عيب بس ما متيقن، هو قال خاف يطلع بهذا. مو شايف أنت في بعض الأحيان أكو دلالين وما شاكل ذلك، يشتري السلعة، يشتري البيت، يبيعه قبل لا يروح يداور وين ويبصم بالطابو، مجرد بالوكالة، أخذ وكالة خاصة المحامي، قال خلي بيعه قبل لا أداور حتى لا تثبت عليه ضريبة، مو هي شيء، فراح يبيع المنزل، فيشتري بيوت وبيع، خاف يطلع بالبيت هذا اللي اشتريته عيب، احتمال يطلع، احتمال أنا ما أدري. فش قال لي؟ قال لي أبيعك هذا المنزل بكذا مبلغ بشرط أن تسقط عني خيار العيب. وش قال للمشتري؟ قبلته. هسه الباع يحتمل اكو شنو؟
يحتمل أكو عيب، يحتمل ما يدري من قد ما يشتري بيوت وبيع، والمشتري هم يحتمل أكو عيب ما بتيقن. كلام واضح؟ قال وبالتصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ. واشترى المنزل والمنزل بيه عيب لكن هدم بي فلش فجهة معينة من عده مع اطلاع على العيب. زين هذا بعد ما هدم وفلش وكذا شدل على اليمن قبوله بعد قبل بالمعاملة أمضى المعاملة. هذا التصرف بالمبيع يدل على أنه موافق بالعقد السابق وما يريد يفسخ. وبتأخير الفسخ زمنان يدل على التسامح. هو اشترى واطلع على العيب، انت بعد ما اطلعت على العيب غير تجي تفسخ العقد السابق وترجع حلال العالم، ده أخر يما فست اشهر سبعة اشهر. هسه اجي يريد يفسخ يقول له عمي وين كنت نايم؟ وين كنت هاي ست اشهر سبعة اشهر؟ ليش ما اجيت انت اول ما طلعت على هذا؟ التأخير والتسامح والإهمال مسقط المن مسقط للفسخ. بعد مو من حقه يبطل اي مسقط. قال وبتأخير الفسخ زمنا يدل على التسامح والإهمال. نعم نعم. قال يسقط الرد دون الأرش. شوف في موارد نذكرها هيأتي إن شاء الله الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.